حكاية النهاردة عن سجن قارة الغامض. هو السجن الوحيد الذي لا يملك باب، دخلوا إليه المئات ولم يستطع أحد الخروج منه. يوجد هذا السجن الغريب تحت الأرض في مدينة مكناس المغربية. يقال إن مساحته مجهولة، الذي يدخله لا يخرج منه أبدا. هو سجن بناه السلطان المغربي المولى إسماعيل لكي يسجن فيه المجرمين والمعارضين له ولحكمه. يقال عن السجن إنه على شكل هندسي مكون من دهاليز ومتاهات معقدة جدا. في كل قاعة يوجد عدة ممرات، وكل ممر يقود إلى قاعة أخرى، بحيث إن إذا توغلت فيه ولو قليلا من المستحيل أن تجد طريق الخروج مرة أخرى، ومن الصعب أن تعود من حيث أتيت. مساحة السجن غير معروفة حتى الآن. هناك من يقول إن مساحته بمدينة مكناس، وهناك من يقول إنه يمتد إلى عشرات الكيلومترات تحت الأرض، وربما هو السجن الوحيد في العالم الذي لا يمتلك باب. إذن كيف يدخل السجناء إليه؟ يقال إنه يحتوي على عدة ثقوب في السقف، حيث يتم رمي السجناء من تلك الثقوب، وأيضا الطعام من نفس الثقب، وبكده بيكون السجن مؤبد. في رواية بتقول إن السلطان جعل للسجن مخرج واحد في مكان ما، والذي يجده سيصبح حر، ولكن مع الأسف لا أحد عثر عليه. هناك من يتساءل لماذا لم يتم استكشاف هذا السجن لتتجلى كل أسراره. السبب ببساطة هو إنه لا يوجد أحد من لديه الشجاعة لدخوله. وهناك اعتقاد سائد إن السجن مسكون بالجن والعفاريت، وإنه ملعون بشكل من الأشكال. الكثير من المغامرين حاولوا استكشافه، وكانت النتيجة إنه من دخله لم يرجع منه أبدا. وكانت واحدة من المحاولات هي لفريق من المستكشفين الفرنسيين في التسعينات، عندما قام هذا الفريق بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لاقتحام سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية. اختفى الفريق بالكامل، ولا يزال مصيرهم إلى يومنا هذا مجهول. بعد هذه الحادثة قامت السلطات بإغلاق السجن بجدار من الأسمنت، وتركت قاعة واحدة فقط للسياح. سجن قارة يعتبر من الأثار التاريخية لأنه بني في القرن 18 بمدينة مكناس، صمم على شكل شبه مستطيل مقسم إلى ثلاث قاعات واسعة، في كل منها مجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة، وهو أكبر سجن في المغرب. وهذه المعلومات فقط المتوفرة عن سجن قارة. لو عجبتكم حكاية النهاردة يرجى تفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. شكرا للمتابعة.